أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم من نام عريانا أو جامع أهله وكان عريانين؟ مكروه هذا في حديث النهي عن التشبه بالعيرين الحمارين، أي يجوز هذا؟ نعم. يقول في سؤال: أحسن الله إليكم، حتى إذا كان عليه غطاء. إذا كان عليه غطاء فله بعريان، العريان هو المتجرد من الثياب ومن الستر. نعم.